سقف ميه وكهرباء لا وفرش. مش كده يا دكتوره؟ وفرش. فانا اقصد اقول ايه؟ لا هو طبعا انما 100 مليون عشان اضخ اموال لهم يشعروا فيه بالامتنان والسعاده وننشئ وزاره للسعاده في مصر، عايز 50 بير بترول. قولوا يا رب في رمضان. اتفضل. ننتقل إلى المحور الآخر وهو الوضع السياسي والأمني الإقليمي. يمكن سيادة الرئيس كان من المفاجئ اللي